السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى ألف خير. مرحبا بكم في القناة مرة أخرى وفي فيديو جديد وفي الفلوغ رقم 10. كي جاكم هذا ستيل تاني؟ هاد لي ليونات خليتهم من شيئين جاوني كيضحكوا في اللوه، قول له صغير انا ويلي اش فيهم يتلبس، مي فوالا قلنا نبدلو شويه. وخديت صراحه هاد لي ليونات وحتى هاد التريكو خليته من شيئين. كيكون عندنا لبسات زوينين فجربتو، ميم سي هو راه طويل نوري لك الا كان يبان مزيان. صراحه كيبغي شوف كيفاش داير بحال شي داك اللبسه ديال الفراشه. المهم شيء من الاختلاف alright. أما الآن غنمشي نجيب برك الحوايج اللي خديتهم من شيئين. طبعا الحين الناس كشي اللي كيديروها في خلف الكواليس أنا كنديرو قدام الكاميرا. ما كنش وجدت كشي زعما ahead of time. مي بون it's okay، هاد المقطع القصير غيكون فيه مين الحوايج اللي جبتهم من شيئين. غنحطهم في هاد العلاقة، هاد العيبة اللي كتعلق فيها كلها هنايا راك like clothing rack. هادي شريتها من امازون. مهم يعني البنات اللي كاين هنا في امريكا ولا في كندا تقدروا تاخدوها من امازون، معقلش صراحة لو تخي، مي غزالة بزاف. كنخليها في بيت ناس عندي ملي يعني في الليل دايما كنعلق حوايجي انا وبنتي اللي غنلبسهم لو لوندوما. ففوالا هاد المره اخديت حوايج يعني اغلبيه ديالهم سراول، حيت كان عندي واحد النقص كبير في السراول ديال الخدمه، يعني سي غاف، يعني الاغلبيه كانوا غري ولا نوار. ومع الكوفيد طبيعي الحال الماكله والدار ولا كلشي صغار عليا شويه ولا مزير. انا كيعجبني نكون يعني كمصبر، ما كنبغيش نكون يعني ما مرتاحش. واحد الطاقيات هذا ديال الشتاء، هما اللي جبتهم دابا حطيتهم في الفوطي. دابا شويه نوريكم هذاك الشيء اون ديتاي. وما عادش كندير انا دخلت تعطلت واش كندير، كنقول صافي غنصبر ابخي غنزيد الصوت. فملي كنبقى كنهضر كنقول نقول مالي انا تعطلت، راني سرعت الفيديو زعما. هاد الحوايج اللي خديتهم هاد المره من شيئين يعني كانوا خاصني سراول ديال الخدمه، عندي الاغلبيه ديالهم مابقاش عندي صراحه. هذا زادت شويه في الوزن ولا شويه ضيقين، ولي كولور ما عنديش لي كولور مختلفين، دي كولور مختلفين. ف المهم خديت منهم هذا اوكي صراحه زوين، جربته شفتو واخا حتى كيبان لكم زعما عادي، مي ملي كتلبسوه الثوب ديالو زوين بزاف ومريح. الحاجه الزوينه اللي عجبوني في هاد السراول اللي خديتهم هاد المره من شيئين، شويه يبان لكم مزيان صراحه، كيبان نلبس حسن ولكن صراحه فيا اللي يلبس دابا. المهم نعطيك ما فكره، انا خديت كبار مني منمره شويه، خفت لا يجيني ضيق، مي كان مزيان صراحه يكون مريح، ما كنبغيش الحاجه تكون مزيره بالقياس. المهم هذا الاول alright okay. خديت كحل ضروري من الكحل، عطي لافونتاج ديال هاد ديال السراول اللي من عندهم، ولا على الاقل هاد السراول اللي خديتهم انا، انك يعني كتلبس يعني لابسه شي حاجه اللي بروفيشنال اللي فورمال وبروفيسيونيل، مي او ميم طون كيجيك راسك بحال لابسه بيجاما يعني يو نو، معرفش غي ما يبان مزيان. المهم زعما اللي شافهم كيبانوا زعما كشي ديال الخدمه زوين وهذا، مي نتيا ملي كتلبسيه في السكين ديالك ولا المهم جسمك كيحس به يعني مريح بزاف. اوكي او ماي جاد انا كاع كبيره للدرجه. مي وليت هذا المهم كنلبس، وليت دابا كنت قبل كنت كنلبس 38 ديال لوغوب والمغرب، يعني هنايا هي شحال هي 6، دابا وليت كنلبس 8 هي 40 تقريبا، خاصني نقص شويه. المهم هذا رقم 2. هذا نقدر نقول لكم البنات هذه اول مره في حياتي غنلبس سروال احمر، اول مره يعني
يعني انجاز عظيم، واحد الاختلاف كبير من اللي خلى رجاء تلبس سروال احمر. يعني راه ما خليت. المهم ماما كتقول لي، ماما دائما كت مع كنلبس انا الكحال، ومهم حتى هذا خديت غوز من نصائح ديال ماما وخواتاتي، تحيه ليهم الله يحفظهم ليا يا ربي. ماما كتقول لي لبسي الوان فرحانه، قلت لي ملي كتلبسي شي حاجه لون فرحان كيجي معاك، ملي كتلبسي دائما لابسه الالوان الترابيه، وانا كيعجبوني صراحه واخا تيقولوا لي كالعزي الوان ترابيه، دائما الالوان ترابيه كحل كري وهذا كتباني بحال فاني بحال يعني دابله. فالمهم درت ليهم خاطرهم، بغيت كنشري ديكولور اللي فرحانه صريخه شيئا ما. فالمهم خديت هذا بحال هذا، البنات غنلبس معاه كولمونتي، غير كولمونتي كحال ودي هذا اللي اش كيقولوا ليهم ديس تايب اوف شوز بحال هكا في الشتا، كولمونتي كحال وهذا وشي فيست في النواق ولا شي حاجه. المهم كيعجبني انا مثلا الا كنت لابسه شي كولور اللي مش مشعه نلبس معاها بحال كنهدئها شويه بالكحل. حسنا نحط هذا هنا. المهم واش عارفوني مغرمه بالاسود، ها هو اسود واحد اخر، ولكن واخا كيبان لكم كحال ستي ديالو شويه مختلف، ده هو شويه التوب ديالو رقيق صراحه، مي ما كيبينش الوغ ايت اوكي، مي فريمون مريح بنات. راه بحال الا كنتي غاده للبيرو ولا غاده للخدمه راهي بحال لابسه بيجاما، يعني مريح جدا. كت يعني كناخذ هذاك دي كوستيم وهذا يعني ميم سي لا مارك وزوينين وكلشي، مي عندك ما كتوب ديالهم غليظ، وملي كتكوني لابساه كتحسي براسك شويه مزيره، يعني كتسناي امتى توصلي للدار باش تحيدي. اورايت يلا ماما الا كنتي كتشوفي هذا الفيديو ما تقوليش لي راني ما كنديرش نصائح، ها واخضر كاع اخضر فاخضر. مي صراحه مزيان عجبوني نو، يعني قلت نجرب، وملي لبستهم جاوا فريمون واعرين. باقيه خاصني غنستايليهم دابا، انا مع كندوخ ما كنعرفش نتفلسف بزاف في الفاشن، كنشوف كنتبع صراحه هذا شو يقولوا عليهم فاشينيستاس كما كيقولوا ليهم، وكنشوفهم زعما كناخذ افكار. مي بحال هذا يعني انا لحد الان غندير معاه حتى ويلا كنشتغل بس مع كولمونتي ولا شي حاجه اللي سامبل من الفوق. المهم غنشوف هنا تما يحفظ الله. المهم خديت هذا الخضر اوكي البنات، ماي فيفورت لحد الان هو هذا. هذا مريح بلا راه بحال لابسه بحال لابسه سيرفيت، عرفتي شنو هي سيرفيت فهمتيني. ودابا لافونتاج اللي شفتهم هادو اللي معاش لابسين تقدري تلبسي مع اي حاجه، مثلا تقدري تلبسي غير مثلا تي شيرت سامبل ما فيه حتى حاجه يكون عادي سامبل، وتلبسيه مثلا في البيض وتلبسيه مع هذا وتلبسي هذاك السبادري بيضاء. المهم ذاتس تري سامبل وزوين هذا باش كيعجبني هذا الستيل، يعني مثلا نقدر نخدمو حتى ندخل تلبسيه حتى في الخدمه زعما صراحه، تقدري غير كيفاش غتستايليه وتقدري تلبسيه حتى مثلا في السوبر مارشي ولا المول يعني كاجوال. ف هذا زوين بزاف، وحتى لي بري صراحه تري زعما فيري افوردابل ا لا بورتي دو تو الموند. ها هو المنقط يلا باش مابقاش غير كحل بوحدو انا نقطو كاع، ولكن او ماي جاد مريح جدا جد مريح. ولا بخي ديالهم كيتراوحوا ما بين 15 ل 25 دولار. المهم يعني صراحه زوينه بالنسبه للسراول ديال الخدمه وشي حاجه زوينه. ما عرفتش كيفاش غايبان لكم هنا، سمحوا لي الفارغ. الان فقره اطفال، فكما قلت لكم خديت لبنتي يعني حويجات من شيئين، لبست منهم بزاف شي بيجامات صراحه غزال غزالين، مبغيتش نوريهم لكم لان ديجا وسخاتهم، فغنوريكم هذاك الشيء اللي باقي اللي باقا ما لبساتوش وكنتمنى يعجبكم. فاول حاجه هذا البيجاما، معقلش الا بغيتو لي بري نقدر ندخل لابليكاسيون ونشوف اغان، معقلش ديت لي البيجاما هذه مصوفه بزاف زوينه ديال الشتا، ما لبساتهاش هذه اللي ما وسختهاش حيت سخون عليها. المهم ها هو السروال ديالها، خديتها ليها ما بين 3 حتى 4، هي طويله عليها شويه ولكن اتس اوكي تكبر فيها شويه. ليها هاد الكسيوة خاصني ناخد ليها شي ضيبة ولا شي حاجة،
وهاد الكسيوة حتى هي دايره لبستها ديجا، الى بان لكم فيها شي حاجه استسمح. اما البيتات الاخرين بيجامات ولا كتلبس توسخ وتلوح، تلبس توسخ وتلوح. خديت ليها هاد التريكو تا هو، هذا زوين يعني مع الخريف، يعني تقريبا جا مع الالوان ديال الخريف لهذا. هاد الفقرة الأخيرة ديال الطاقيات وديال داكشي ديال الشتا، ما خديتش بزاف. المهم النور خديت ليها هادي، هي والشال ديالها فريمون زوينة الشتا، سيرتو حنايا في شيكاغو كتولي عند درجة الحرارة نازلة بزاف، يعني ضروري يكون عندك يعني بزاف من هادو باش تبدل. اوكي المهم هذا الشال ديالها، ديال هذاك الطاقيه اللي وريتكم دابا شويه. خديت ليها هادي. عندها المهم الشال ديالها وليغو، ما عرفتش فين درت ليغو، مي المهم وريتكم هادو على الاقل. إطار لبس الملابس السعيدة بالألوان السعيدة، خديت طرابش في لي هاد الطاقيات في ديكولا، خديت هادي في لورانج. اوكي يلا غنمشي تبعي غير لبستي الألوان صافي مبقاش نحبس. خديت هادي، هادو خديتهم سيرتو لاسال، تبغيت تلبسي شي حاجة جديدة. اوكي خيط الاحمر، لو روج كي بوج، ما عرفتش كيفاش جا مي بون. كنوجد راسي هذا للشتاء القارس، خديت هادو تاهما من شيئين. شوف باش كيجيو نوريكم. اوكي انا كنصور ودايره بالي مع نور باش نمشي نجيبها اليوم، نجيبها بلا طوموبيل، طوموبيلتي مسكينه ثاني الفاروخ اللي فيها دار فيها حاله، حتى كيما بحال البلاستيك مي هو كيرز خان من الداخل. اوكي خديت هادي سميتها جيرل باس، فاوكي هادشي اللي كاين لا فيديو ديال اليوم سالات هنا، وميعادنا في فيديو جديد ان شاء الله. البنات والاولاد اللي داخلين عندي مرحبا بكم مجان، واذا كان عندكم شي موضوع ولا شي حاجه اللي نتوما انتريسي بيها بليز حطوها ليا لتحت في لي كومونتير، و اي ويل بي هابي تو شير ات وذ يو، نكون سعيده انني نجاوبكم وندير لكم شي فيديو خاص على الموضوع اللي نتوما انتريسي بيه. سينو شكرا على المتابعه والى اللقاء.